احيي كل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. في واقعه تعدي الاولى من نوعها، وفي واقعه غريبه وعجيبه من الشيخ طه اسماعيل، ونقد لازع للكابتن الخطيب بدون مبرر. لو كابتن الخطيب اخطا احنا كمان هنطلع نقول ان هو اخطا، لكن كابتن الخطيب لم يخطئ في هذا الامر ولا في هذا الموضوع. طالع بيقول ان الخطيب غلط في حاجتين اخطا فيهم الخطيب. طيب انا مش هحرق لكم الفيديو علشان تشوفوا كابتن طه اسماعيل او الشيخ طه اسماعيل ازاي انتقد كابتن الخطيب وقال ان لو هو لاعب مش هيقبل هذا الامر، على الرغم ان الامر اللي فعله الخطيب ده امر بديهي وطبيعي واي حد ممكن يعمله. طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الشيخ طه اسماعيل واللي بختلف معاه اختلاف كلي وجزئي في الكلام اللي قاله، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه تقارير الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف طه اسماعيل قال ايه، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. جزء من نجاحات النادي الاهلي اللي اتبنت على اعلاء قيمه الثواب والعقاب. نعم. بتشوف ازاي من وجهه نظر حضرتك العقوبه اللي اقرها كابتن محمود الخطيب ب 300,000 جنيه على اللعيبه والجهاز الفني بعد خساره ال انا يعني ما كنتش اود ان هو يعلن هذا الامر. ما كنتش تحب انه يتم الاعلان؟ بالذات على المدير الفني. لان برضو المدير الفني لازم احفظ له هيبته قدام اللاعبين، ما سووش باللعيبه، والا لا سيبته باللعيبه خلاص، ما زي العمليه كلهم زي بعض. لازم ان انا اخليه في المرتبه اللي هو برضو يبقى محترم قبل اللاعبين وله مكانته. فما كانش يجب، انا ما كنتش اتمنى ان دي تحصل بالنسبه للمدير الفني. يتم على يتم العقوبه ولكن لا يتم الاعلان. على الاعلان ايه قيمه الاعلان؟ جمهور النادي الاهلي جمهور كبير، والاهلي خسر بطوله الدوري وبعدها السوبر. لا مش بمتص الجمهور، انا بعرف الجمهور انه في عقوبه تم اتخاذها بناء على الخطا. عقوبه لكن انما اعلنها مباشره بعد كده برضو انا شايف انها يعني ما مش عارف يعني مش هي اللي هتؤتي ثمارها. تفيد ايه للعيبه ان انا اعلنها؟ تفيد ايه؟ يعني جزء تفيد ايه للعيبه؟ جزء له علاقه بانه زي ما انا ما جيت في الاوضه لما انت خسرت الدوري قعدهم واقول كذا حصل كذا كذا وانت مخصوم منك قلتها. زي ما انت ما جيت خسرت بطوله الدوري ونزل الكابتن محمود الخطيب وطبطب على اللعيبه وقال لهم احنا قصرنا في حقكم في الاحتفال، هم خسرين بطوله الدوري وعمل لهم الاحتفاليه الكبيره، اعتقد انه كان من حق الجمهور انه يعرف ان اللعيبه دي طالما قصرت بقى وحصلت المشكله بتاعت السوبر انه تحصل خصومات اللي أيوة قد تكون هذه وجهه النظر يعني. ماشي انا ممكن اقول في عقوبه. ولكن بدون اعلان عن تفاصيلها او على تفاصيلها ولا على مين ومين يعني. ما اقولش مثلا المدير الفني كده يعني، على المدير الفني صعبه لان انا كده بقلل من قيمته وهيبه المدير الفني قدام اللاعبين يعني، بقى زيه زيهم يعني. فطبعا انا رايي يعني طبعا كابتن خطيب يمكن هو له وجهه نظر وهو بيعمل كده، لكن انا شايف انه اعلانها مش هو ده اللي هيدي المفعول المطلوب. لان دي اعلانها لكن انا بقول للجمهور بس، بعلن الجمهور، انما ان انا عملت كذا اعمل ده كله وفوت اللبس للعيب. وحتى الجلسه اللي كانت في الملعب مع احترام يعني لعيبه خارجه من المباراه وتعبانه وقاعده وخسرانه وكذا، ما فيش مجال ان انا اتكلم معاها في الملعب. ممكن في اوضه اللبس ده في الدوري ده بعد خساره الدوري برضه ما كانتش وقت جوه الاوضه. حتى جوه الاوضه ما اتكلمش. وحتى جوه الاوضه ما اتكلمش برضه. اللعيب وهو خارج بعد المباراه مش مستعد، وهو طبعا كابتن محمود يعني هو له يعني مندفع في حاجات زي كده بطريقته في الاداره، ليه طريقه في الاداره يعني. لكن اعتقد هو لعيب ما كانش يقبل ان هو يقعد في الملعب ويتكلم المدرب يكلمه بعد المباراه مباشره، طالع تعبان وعرقان وقرفان وخسران حتى لو كان الكلام لتطيب الخاطر. ايه؟ حتى لو كان الكلام لتطيب الخاطر بعد ماتش الدوري قدام الجمهور. تطيب الخاطر جوه، ادخل جوه. ادخل جوه اتكلم في كل حاجه في اوضه اللبس، اوضه اللبس دي لها يعني مكانه كبيره جدا في كره القدم. لان دي اوضه الاسرار جوه. حب اللعيبه مع بعض. العقودات، التوجيهات، اوضه اللبس جوه. لا مش على العلن، ما تتعملش على العلن. هل الاهلي قادر هو يعني هو بيعملها بدافع عشان بقى خلينا نبقى منصفين.
هو بيعملها بدافع يعني تربوي، وان هو عايز برضو يعني يبقى اكنه مع اللاعبين، يعني اكن انا مشارك معاكم، لكن انا بقول على وجهه نظري. اكيد في دوافع نبيله يعني، اكيد كلها دوافع نبيله بالظبط. لكن انا بقول وجهه نظري على اعتبار كل واحد له وجهه نظر، لكن في النهايه هو اللي بيدير. يعني ما حدش يحجر على قراره لانه هو اللي بيدير. لكن في النهايه انا بتكلم على اثر هذه الحاجات على اللاعبين او على المدير الفني لما بعلن عقوبه او كذا، بتبقى بتقلل من هيبه المدير الفني. الشيخ طه اسماعيل اتكلم في نقطتين، اول حاجه اعلان العقوبات على لاعبي النادي الاهلي والمدير الفني. طيب انا عايز اقول للكابتن طه او الشيخ طه ان كلامك يعني غير منطقي وغير صحيح. لما لاعب يبقى عارف ان هو هيكافئ في الانجازات وفي النجاحات، ولكن لما يبقى في اخفاق الجمهور بس اللي يتحرق دمه واللاعب ما يتأثرش ولا يتضرب، بعد كده هيأثر ومش هيلعب بضمير ولا باحترام ولا بروح. كذلك الأمر بالنسبة للمدير الفني، المدير الفني جزء من المنظومة. لو المدير الفني حطيت المسؤولية على اللعيبة فقط وشلت المسؤولية من عن المدير الفني، يعني يا مدير فني اغلط في تشكيلاتك، اغلط في تبديلاتك، اغلط في انك ما تبثش الروح للعيبه، واغلط ان انت ما تمرنش اللعيبه. انا زي ما قبل كده قلت النادي الاهلي عنده مشكله كبيره في الكرات الثابته، الكرات الثابته سواء من خارج ال 18 تسديدات ما بيقدرش يستغلها، سواء كورنرات، سواء ضربات حره من اي مكان في الملعب خارج الست ثلاث خشبات نهائي. فدي نقطه لازم الكابتن طه اسماعيل يعرف ان مبدا الثواب والعقاب موجود في النادي الاهلي، واعلانه شيء مهم، لان منظومه جماهير النادي الاهلي هي منظومه. امال بنقول ليه جمهوره ده حماه؟ ليه مش هو ما بيسكتش الراي العام، ولكن بيطلع الراي العام وبيطلع الراي العام على ان فيه احنا زي ما بتدي. يعني هل تعلم يا كابتن طه ان موسيماني خد فيلا هديه من اداره النادي الاهلي بعد الحصول على دوري ابطال افريقيا؟ هل تعرف المعلومه دي؟ اخد فيلا ثمنها ملايين. طيب الفيلا دي الثمنها ملايين، هل تساوي حرق الدم ان انت تخسر بطوله زي بطوله من مباراه واحده؟ ما ينفعش. زي ما بتاخد ملايين علشان تكسب، كمان تتخسر منك فلوس لما بتخسر وبتاثر. النقطه الثانيه، لما كابتن خطيب قعد بعد المباراه مع اللعيبه كان بيقول لهم ان الدوري راح مننا بفعل فاعل، ان الدوري فيه نقط احنا خسرناها عن طريق بعض التخاذل في مباريات زي مباراه سموحه اللي خسرناها لما الشناوي طلع في نص الملعب، ولما المباراه الثانيه الشناوي تكاسل وتباطا وفي كوره ما رضيش يطلعها، كنا بنلعب مع بيراميدز وكنا فايزين على بيراميدز 2-1 وتعادلوا واتخصم مننا، يعني مش اتخصم يعني فقدنا نقط هامه كان ممكن يوضعونا في مكان ثاني. ولكن الصوره البديهيه اللي كانت واضحه قوي ان الفار كان بيلعب دور للزمالك عشان يفوز، وان الاهلي خسر بفعل فاعل وده منطقيه. ومع تلاحم المواسم وان الموسم ورا موسم ما قدرناش نحتفل لا بالتاسعه ولا بالعشره ولا بالدوري العام ولا بكاس مصر ولا باي حاجه، لان انت بتخرج من بطوله وبتروح على بطوله، فما كانش في وقت للاحتفاليه. فده كان الكابتن خطيب قال للعيبه يا جماعه انا بقدر ان انتوا تعبتوا وان انتوا شقيتوا، بالعكس الواحد وقت الحزن محتاج حد يطبطب عليه، محتاج حد يقف جنبه، ولما يكون المنظومه بتاعتها الرئيس يقف جنب يعني اللعيبه اللي موجوده في النادي ده شيء كبير وشيء محمود. يعني المفروض اللعيبه تقدر الكلام ده وانها يعني تشيل الموضوع ده، يعني كانه برواز يتبروز انه رئيس النادي قعد معانا وقال لنا ما عليكمش حاجه، انتوا اديتوا اللي عليكم، كان في عوامل خارجيه، كل ده مهم، وانت بتقول الكلام ده يدخل في الغرف المغلقه، كابتن خطيب كان قاصد ان الكلام ده يتصور ويروح للجماهير، كان قاصد ان الكلام ده يحصل في ارض الملعب. ما في حاجات كتير بتحصل خلف الكواليس احنا ما نعرفهاش، لكن منظومه الاعلام الاهلاوي لازم تبقى عندها شفافيه، عندها شفافيه مع جماهيرها. لما العقوبه بتاعت كهربا مليون جنيه مين اللي اصدرها؟ ما النادي الاهلي. لازم يبقى في قرصه ودن معلنه للجميع عشان الجميع ما يحدش عن الطريق الصحيح. يا كابتن طه وحضرتك ابن من ابناء الاهلي وما ينفعش ان انت تقول كده، وما ينفعش ان انت تنتقد الخطيب على شيء صح. انا اعرف تنتقده على شيء غلط، انما تنتقده على شيء صح انا مختلف كل الاختلاف معاك برغم احترامنا وحبنا ليك.
انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه تقارير الاهلاوي على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.